ينضم إلينا من عمان عبر الهاتف سالم العمري، عضو مجلس النواب الأردني. مرحبا بك. مساء الخير يا هلا، تحياتي لقناة القاهرة ولبرنامج منتصف النهار، وسلام من عمان إلى القاهرة، يعطيك العافية. شكرا لك. إذن ما هو مصير اتفاقية وادي عربة للسلام الموقعة بين الأردن وإسرائيل بعد الخريطة التي عرضها الوزير الإسرائيلي؟ سيدتي العزيزة، كما شاهدنا الجميع على هذه الخريطة التي تم عرضها من هذا المتطرف الصهيوني، فكان اليوم في إثارة لمجلس النواب، جميع مجلس النواب قال بإعادة تقييم المعاهدة السلام المبرمة ما بين الأردن وإسرائيل التي تجاوزت 30 عام، وبقناعتنا نحن نواب الأمة ونواب الوطن ونواب كامل المملكة الأردنية الهاشمية، بقناعتنا أنه هذه الاتفاقية تخدم الإسرائيليين أكثر مما تخدم الجانب الأردني، وطلبنا بإعادة تقييمها وبإعادة النظر إلى محتواها ومدى الاستفادة منها، كما طالب المجلس بكافة أعضائه طرد السفير الإسرائيلي من الأراضي الأردنية، ولم يعجب مجلس النواب كاملا الرد الحكومي الذي اعتبرناه أنه رد ضعيف ولا يرتقي للطريقة والأسلوب الذي يتبعه هذا المتطرف الصهيوني وهذه الحكومة المتطرفة الصهيونية. إذن قانونيا برأيك ماذا يعني تصويت البرلمان على طرد السفير الإسرائيلي؟ سيدي، قانونيا انه هذه المعاهده او هذه الاتفاقيه احنا صوتنا على طرده، هذا اصبح ملزم ومجبر للحكومه بهذا التصرف وهذا مطلب شعبي، وبالاخر احنا دستورنا نيابي ملكي، فبالتالي فهو يمثل اراده شعبيه كامله بطرد هذا السفير من الاراضي الاردنيه، وهذا اقل تعبير ممكن نعبر فيه بعد نشره لهذه الخارطه وبعد تغطرسه وعدم مضيه قدما في حل لهذه الازمه ونزع فتيل هذه المشاكل التي تجاوزت 60 70 سنه الان. فهذا معناته رفع الغطاء، وهذا غطاء شعبي بوجوب طرده من الاراضي الاردنيه، هذا ما تعنيه تصويت النواب كاملا على مذكره طرد السفير. إذن هل من خطوات أخرى للرد على الاستفزاز الإسرائيلي بحق الأردن وفلسطين؟ سيدتي العزيزة، إحنا يعني بدي أقول لك إحنا صوتنا نواب، والله النواب والحجر والشجر كله يدعو لطرد السفير، والله ما حدا رغبان بهذه المعاهدة، والله هذه معاهدة وجدت لحمايتهم والعناية وأكثر من الطرف الأردني وأكثر من أي دولة عربية وقعت معاهدة معه. هذه المعاهدة هي تخدمهم، والله إذا اليوم هم يستكبروا عدم الجلوس والمفاوضات والله سيأتي يوم أنه يتمنوا في أنه يقعدوا ويناقشوا ويراجعوا هذه المعاهدات ويصروا على تنفيذها. ستي مهما قال إحنا متأكدين أنه هم الطرف الأخسر وهم الدولة السائرة إلى زوال. هذا قناعة الشعب الأردني قاطبة، والله الصغير والكبير يتحدث بهذا اللسان وهذا النهج وهذه اللهجة. إذن كيف ترى تصاعد حدة التحركات الاستفزازية من قبل الجانب الإسرائيلي؟ يعني كيف تحلل هذا الموضوع؟ ستي أحللها إنه هذا يختلق هذه المشاكل لديمومة هذه الدولة، هم دائما بحبوا يسووا هذه المشاكل ويفتعلوها للاستمرار، لتبقى دولة مستمرة، لا تستطيع هذه الدولة أن تنتج نهج السلام لعدم قناعتها بأنها تملك الأرض أساسا وأنها تملك الشرعية، هي تعتقد وهي عارفة وجازمة ضمن داخليتها ونفسيتها أن هي لا تملك شيء من هذه الأمور اللي بدها توهبها لها الناس، فبالتالي هي تستمر بهذه المشاكل وتستمر بكثرة التمادي وكثرة التعدي، كما سمعنا كيف أعادوا السماح لاستخدام مستوطنات تم تفكيكها من 2005، فبالتالي هي لا تحترم لا ميثاق ولا عهد ولا لهم أي ذمة، فهذا النهج المستخدم عندهم للاستمرار في هذه الحكومة وهذه الدولة. طب إذن هل هناك من آليات لدى العرب لوقف هذه الاستفزازات التي تمارسها الحكومة الإسرائيلية المتطرفة؟ طبعا دائما الخيارات الأكبر، وإحنا أصحاب اليد العليا، قد تكون الأمور ظاهرها إنه بيقول إنه هي صاحبة كيان وصاحبة قوة، لكن إحنا بنضلنا أصحاب الغلبة وأصحاب الأرض وأصحاب القضية وأصحاب الحق، والحق أبلج، لا يريد لأي مدافع أن يدافع عنه، هو حق وظاهر للجميع، فنعم نمتلك كثير أدوات وما هي إلا تحرك سياسي وموقف عربي موحد، إذا شاء رب العالمين أنه يصير هذا الموقف الموحد
إذن هل لك أن تحدثنا عن دور اتفاق العقبة الذي ممكن أن يكون يخفف حدة الصراع ما بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي؟ سيدتي طبعا احنا سمعنا انه كان في اتفاقات ولقاءات بعد هذا اللقاء يجي نشر لهذه الخريطه. احنا طالبنا كمجلس النواب توضيح من الحكومه الاردنيه انه كيف بيكون هناك لقاءات وتنسيقات ما بين الطرفين وبيطلع وزير متطرف بيظهر هذه الخارطه امام الاعلام العالمي وامام البلد. هذه اجابات ننتظر الاجابه منها، حتى طالبنا اليوم بمجلس النواب بلقاء مع وزير الخارجيه الاردني ليشرح لنا ماذا يتم تداوله بهذه اللقاءات الثنائيه، وكيف يخرج بعد اللقاء الثنائي وادعائنا وكلامكم وتصريحاتكم بتنسيقات ما بين الجانبين بالتالي بهذه الخريطة. هذه كلها إجابات ينتظر مجلس النواب أن يضع أمامنا الجانب التنفيذي الحكومة الأردنية ماذا يدور ويجري بهذه اللقاءات. فهذا كله تحت النظر وتحت البحث وننتظر إجابتها. اليوم طلبنا الوزير الخارجية كما شرحت انه باجابات واضحه عن هذه اللقاءات وكيف انه بده يجي بعد هذا اللقاء يطلع عنا. بالتالي انه هذا التصريح وهذا النهج الاسرائيلي وهذا التعبير بهكذا طريقه. إذن شكرا لك كثيرا على هذا الوصف والتحليل. كنت معنا عبر الهاتف من عمان سالم العمري عضو مجلس النواب الأردني، شكرا لك.